قدمي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقسام مقاصد الشريعة، أقسام مقاصد الشريعة. يقول الشاطبي رحمه الله: والمقاصد ينظر فيها إلى قسمين، أحدهما يرجع إلى قصد الشارع، والآخر يرجع فيه إلى قصد المكلف. الحكم تنظر ليه من زاويتين: قصد الشارع، من هو الشارع؟ الله ورسوله. الشارع من الذي يشرع؟ الله أو الرسول، والرسول يشرع بناء على وحي من الله وما ينطق عن الهوى. تنظر للحكم هذا، إما القصد يرجع فيه إلى قصد الشارع أو إلى قصد المكلف. قصد الشارع ننظر لهذا المقصد من أربع جهات: من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ومن جهة قصده في وضعها للأفهام. الشريعة هذه ابتداء ليش وضعها الله سبحانه وتعالى؟ ومن جهة قصده في وضعها للأفهام، هل هي مفهومة ولا مش مفهومة؟ هنتكلم بتفصيل عنها. ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، هل وضعها الشريعة آيات وحديث هيك بس نحطها في المكتبات نزينوا بها، ولا في شيء؟ والرابع قصده في دخول المكلف تحت حكمها. هذه أربع مقاصد مهمة للشرع. نأتي للمقصد الأول، مقصد الشارع من حيث وضع الشريعة ابتداء. فالشرائع كلها الإسلامية، منها الإسلام أو دين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو غيره من الديانات التي جاء بها الرسل، كلها لها مقصد عام رئيس ينتظم فيه المقاصد الأخرى، وهي إيش؟ عبادة الله، توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيه مقصد رئيس في كل الرسالات، وهو حفظ مصالح العباد في الدنيا والآخرة، ويعبر عنه بجلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. هذا مقصد كل رسالة وكل نبي، وهو جلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. طيب، هل المصالح على رتبة واحدة ولا تختلف؟ نعم تفضل. فيه مصالح ضرورية، في قسم العلماء المصالح رتبها إلى ثلاثة: ضرورية وحاجية وتحسينية. ما هي المصالح الضرورية التي لابد منها لقيام مصالح الدنيا والآخرة، بحيث لو فقدت ماذا يحدث؟ لم تجري حياة الناس في الدنيا على استقامة، وإنما تتعطل مصالحهم ومعايشهم ويعتريها الفساد، وكذلك حياتهم الأخروية يعتريها الفساد من جهة فوات النجاح وفوات النعيم المقيم في الجنة والرجوع إلى الخسران المبين. يعني الضرورية ما لا بد منها، لو ما فعلنا هذه المصلحة ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن الحياة مش حرج، لا تستقيم، ممكن تتعرض لفقد نفسك أو عضو من أعضائك، أو تتعرض لفقد مالك أو عرضك، أو إلى الأشياء الضرورية الخمسة التي سنتكلم عنها. طيب، هذه الأشياء الضرورية يمكن حفظها من جانب الوجود ومن جانب العدم. من جانب الوجود أن شرعت الأحكام لوجود هذه الأشياء، أحكام تحافظ على وجود هذه الضروريات.
وتدعو إليها، زي مثل إيش؟ الحفاظ على النفس بالأكل والشرب والتناسل حتى يستمر الجنس الإنساني وتستمر الحياة. والعدم من جانب العدم أنها جعلت حدود وجعلت عقوبات رادعة لمن يتطاول على هذه الضرورات، فدعت إلى وجودها وشرعت أحكام وحدود وتعزيرات للحفاظ على هذه الأحكام الضرورية. المرتبة الثانية المصالح الحاجية، وهي ما يفتقر إليها الإنسان من حيث التوسعة ورفع الضيق والحرج. فلو لو نطبقها هذه في حرج على الناس، لكن تستقر الحياة، تستمر ما تموتش، لكن فيه ضيق فيه حرج، هذه سماها مصلحة حاجية، فيه ضيق على الناس. مثل الرخص في السفر، لماذا رخص الشارع في قضية الإفطار في السفر وجمع الصلاة وقصرها؟ لأن في مشقة في السفر، فناسب أن ييسر على هذا المسافر. طيب، المرتبة الثالثة المصالح التحسينية هي الأخذ بمحاسن العادات، فهي أمور مكملة ليست ضرورية وليست حاجية. لو واحد الآن ما درش ثلاجة في بيته شنو يصير؟ ثلاجة الآن ولا غاز في البيت، هل من الحاجية ولا من التحسينية المكملات نسمها؟ ها ضرورية معناها بتموت، هرج ما عادش تستقيم الحياة. حاجيات. شفت الفقه الآن كيف؟ قولي شو ندخل توي؟ علاش احنا نتكلموا على الأشياء هذه؟ لما نجيك أنا يجيني واحد يقول لي يا شيخ أنا نبي ندفع زكاة، في واحد بيتزوج بندفع له زكاة، شاب بيتزوج بندفع له زكاة، هل يجوز نعطيه زكاة ولا ما نعطيه شيء؟ من يستطيع أن يجيب؟ يرفع عيدة مش بالناقش أنا. اللي يقول إيه منه واللي يقول لا منه باش بنناقشهم الزوز. يجوز أنك تعطي؟ أرد عليك، أرد عليك، قال لك غلط إجابتك. كيف تفصيل؟ ها؟ لو هذا اللي بيتزوج أنا قال لك والله أنا محتاج ونبي نتزوج، ها وانت عندك مال تريد ان تخرجه للزكاة، تعطيه ولا ما تعطيه؟ يجوز. طيب قال يجوز، مشي اعطيته 1000 دينار، اخونا نازلات بلازمة جديدة سامسونج 52، حتى انت ما عندكش، الشيخ ده واحدة ده ريسيفر متاع 10,000 قناة وحطهم في الحوش وبيتزوج مجهز بيه، شو رأيكم في هذا؟ يجوز دفع الزكاة لهذا؟ قالوا لك لا يجوز. قالوا لك لا يجوز يا شيخ، انا قلت هو مشيخ ذا بيهم، يجوز ولا ما يجوز؟ ما هو ما احنا بننظر. شفت بديتوا تنظروا انتم؟ دقيقه بس، دقيقه تو، هذا يقول لي ليش شفت من الزاوية هذه؟ هذا نبيكم تشغلوا دماغاتكم، هذه مقاصد الشريعة، شغل دماغك، مش طول تقول ليه ومش تقول طول لا، هون بتنظر للمقصد الشرعي. المقصود من إعطاء الزكاة لهذا الذي يريد العفاف والنكاح شنو المقصد؟ إنه يفتح بيت، تعينه على فتح بيت، يعني ما البيت هذا شنو؟ ما يحتاج إليه في البيت، إما ضروري وإما حاجي. أما المكملات فلا تدفع فيها الزكاة. الزكاة شرعت لماذا؟ إعانة الفقير والمحتاج. هذا مش محتاج اللي بيبي بلازما 52 واللي بياخد بها هدية لزوجته خاتم ذهب، لا مش شرط، لو ما أعطاه ده قال لا التمس ولو خاتم من حديد، ما شن عندك؟ قال له صورة البقرة، قال له علمها صورة البقرة. فأنت لما بتدفع الزكاة بديت تنظر مقصد، قبل ما عندكش مقاصد الشريعة. لا شنو انت شنو ناقصك في البيت بالله؟
يقول لك والله التلاجة ما عنديش. ها بنجو تلاجة يا شيخ، حاجي ولا مكمل ولا ضروري؟ والحطها الضروري لا تقوم الحياة معه، لازم تديرها ولا الحياة تنعدم، أو بتصيبك فيها تفقد أحد أطرافك أو تفقد مالك أو تفقد شيء من الضرورية. الحاجي ممكن تمشي الحياة لكن مشقة، ضنك، تعب. ها المكمل رفاهية، ممكن تعيش وامورك طيبة. فأنت هنا بديت تنظر بنظرة دنان مقاصدي، لأنك عرفت مراتب المصالح إيش؟ ثلاثة: ضروري، حاجي، مكمل اللي هو تحسيني. إذا تعارضت مع بعضها شو اللي ترجحه؟ ضروري. واللي بعده حاجي. ما تجيش ترجح لي تحسيني على ضروري، معناه أنت ما عندكش نظرة مقاصدية أبو، أو حاجي على ضروري. نضرب مثال، الآن هجر المبتدع أو هجر العصاة، هجر العصاة حكم شرعي ولا حكم شرعي؟ الآن شو المقصد الشرعي من الهجر؟ احنا تبغى نفكر بتفكير مقاصدي. الشريعة قلنا لها مقاصد، لما الشرع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بهجر كعب بن مالك في مقصد ولا هيك وخلاص؟ شنو المقصد؟ زجر، تأديب، هو زجر وتأديب حتى يرجع هذا العاصي إلى الله سبحانه وتعالى ويكون عبرة لغيره. طيب هذا المقصد الشرعي من الهجر. طيب لو كان الهجر زاد، هذا بدل ما يرجع لله بدا عدو لله، وبدل ما يألف الناس فرق الناس، وبدل ما يترك المعصية زاد المعصية. انت بتهدم القبر مشي بني قبة برخام، كانت بالبلوك دارها برخام وكان عليها حرس بيجيب لها كتيبة تحرسها. انت المقصد الشرعي حققته ولا غير مجرد انك تبي تدير الفعل وما تنظرش للمقاصد والمآلات؟ ولد قبة ولا ولد ولا ولا عاد المسلمين ولا ارتد؟ حتى ارد مش ندخل بيه، مو مالنا هجرة، حتى ارتد بينا خلف الكفار فك منه. ها لا يجوز الدليل، هذه مقاصد شرعية لها أدلة. لو قال لي شيخ باش دليلك؟ الصحابي اللي كان يشرب الخمر، جاء واحد من الصحابة يوما ما قال لعنه الله وأخزاه، ما أكثر ما يؤتى به وهو شارب للخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ قال فلان أنا يا رسول. قال: لا تسبه، لا تلعن أخيه، لا تلعن أخاك، فإنه يحب الله ورسول. فأثبت له محبة الله، يعني أقام عليه الحد ولم يأمرهم بهجره ولم يأمرهم بسبه. فالمقصود هذا تطهير الحد الشخص وهو عبرة للآخرين حتى يرتدعوا عن هذه المعصية. ف هنا النظر، إذا المقصد الشرعي لا يتحقق، إذا المقصد الشرعي لا يتحقق فهنا لا يجوز لنا أن نفعل هذا الفعل. لأن من الأشياء اللي نقوله إحنا مثلا الضرورية في الدين هي وحدة وتآلف المسلمين، فلا يقوم المجتمع المسلم إلا على الإخاء. ولهذا أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين واجب واعتصموا بحبل الله، فهذا أصل يرجع إليه الجزئيات. فلو وجدنا شيء جزئي هذا يخالفه أو يناقضه فنرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل الضروري، ما نرجع أمر حاجي. هذا ممكن إحنا نريد أن نصرف هذا ونبعده عن المجتمع وندعه حتى يسلم الناس دينهم، لكن لو يؤثر على
الضروري أو هذا تحسين يؤثر على الحاج فهنا لا يجوز لنا أن نفعل هذا. طيب ها آه. بس واحد يقول لك مثلا النبي أمر بالمبشر والمعسر حبب الناس في الدين. طيب أنا ما نبي نسلم عمرها أجنبية لي من مشكلة في الإسلام وما سلم فيها مدينة إذا وصل فيها هتنفر الإسلام وتكرر الإسلام فنسلم عليها نظر المقصد الشرعي هذا جائز. الآن نحن شوف مقاصد الشريعة لا تتعارض ولا تتناقض مع بعضها أو مع الأصول الشرعية أو مع الأدلة الأخرى. فلو وجدنا شيء جزئي يناقض كلي فإنها حادثة عين، تكون هذه حادثة عين لا تناقض الأصل الكلي، لها حكمها الخاص تستثنى أو لها تأويل، فهذا الأصل. الآن لما تقول أنا أريد أن أصافح المرأة الأجنبية من أجل دعوتها، ننظر أول شيء حكم مصافحة المرأة الأجنبية، هل في خلاف ولا اتفاق؟ قام بكل شيء. لا مش اتفاق. من قال اتفاق؟ ما اللي قال اتفاق؟ من قال اتفاق؟ هل قرأت كتب الفقهاء كلهم؟ في خلاف؟ أنا قلت في خلاف ولا اتفاق، ما تكلمش عن نصوص بعدين بتجيك للنصوص، كل واحد عنده نصوص. في خلاف الحكم هذا، في خلاف في بداية. نحن لما قلنا لما تدرس المقاصد الشرعية تعرف مآخذ العلماء، ليش أبو حنيفة أجاز وليش الإمام أحمد منع، كيف تعرفها؟ بالنظر المقاصد الشرعية، كيف فهموا هذا الحديث؟ لأن يضرب أحدكم بمخيط خير الله من تمس يده يد امرأة. أول ترجع لتفسير الحديث، سبب وجود هذا الحديث، هل تمس يده المقصود، هل هو المقصود بالجماع ولا المقصود بالمس العادي؟ شوف تفسيرات الآية أن المس يكن حتى على الجماع. فأنت قبل المسألة هذه لما تولي خلافية الأمر فيها أهون، لكن لما تكون متفق عليها ننظر. فهل يجوز الآن زي قضية مثلا التداوي بالنجس، بالنجاسة لا يجوز الأصل فيه، لكن إذا الآن إذا تعارض الآن حياتك مع النجس، بيعطوك شيء نجس مثلا حتى أو ممنوع المخدر، يعني الآن المخدر باش أنت عملية لما تدير عملية جراحية مش يديروا مخدر، الأصل المخدر ممنوع ولا الأصل ممنوع ولا لا يجوز. لكن الآن الحفاظ على المهج والحفاظ على نفس الإنسان أولى إيش؟ مقدم على حفظ العقل. لماذا حرم الله الخمر؟ هنا العقل مقصد، لأن الحفاظ على العقل، فتعارض الحفاظ على العقل مع الحفاظ على النفس، ماذا يقدم؟ النفس. عندنا نرجع لسؤالك أنت الآن، قضية الآن هذا مصافحة المرأة الأجنبية، الآن لو أخذنا بالرأي تحريم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إيش نقول إحنا؟ فرض كفاية قام بها البعض سقط على آخرين، يعني دعوة الناس إلى الإسلام وإلى الخير، ولتكن منكم أمة تدعون إلى الخير، من الخير الإسلام، فرض كفاية. الآن المصافحة تعارض، هل المتوقف عليها أمر ضروري أو حاجي أو تحسيني؟ هي حسب الحالة يا شيخ. ضروري لا الآن تعارض، الآن لما تقول لي نصافح، هل يعني اللي يترتب عليها لو أنا ما صافحتش بيترتب عليها أمر حياة الناس وحياة المرأة هذه بنصافحها حتى تختل ويصير هرج ومرج وتموت، ولا في ضيق وحرج عليها هي، أو يعني حياتها تولي ضنك، أو هي تضايق شوية وتمشي ضحكة ومشها تحسين؟
فهنا انت تحط شوف انت لما بتشوف المصلحه هنا وين ضروريه حاجيه ضروريه، مرات نقول لك واجب انك تصافح، واجب تصافح مراه جاسوسه تبي تقتلها ما لهاش كيف تدير لها من لما تشدها بيدك باش ما فيش. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعت كعب بن محمد بن مسلمه لكعب بن الاشرف شين قال له؟ ها؟ عارفين القصة؟ سب حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بسوء من أجل إيش؟ حز رأسه. فهنا هذه هل الأمر هذا نشوف أن المترتب عليه؟ فالقضية هنا تنظر إلى مقاصد الشريعة أكثر من جهة أو من زاوية، مش تأخذها أنك في حديث بس، ما عادش تنظر أن في حديث. الآن لما بتقرأ مقاصد الشريعة مش مجرد ما تلقى نص تقول لي حتجينا الآن هل بأمثلة نص خلاص الشيخ في نص، لا في نص في مقصد شرعي من النص. ما عمر قلنا خير وقف حد السرقة، خير ما قطع لاش إيده، خير ما اعطاش لبلال وأخوته نصيبه، علاش ما اعطاش للمؤلف قلوبه عمر لما جو قالوا اعطونا سهم رفض يعطيهم، قالهم كنا نعطيكم لما كان الإسلام دليل، ما كانش كنا محتاجين إنه يدخل الناس الإسلام ونتألفهم ونكف شر. وأما اليوم وقد أعز الله الدين فليسلم من يسلم وليكفر من يكفر، ما لكم شيء. مع أن القرآن شنو يقول؟ والمؤلفة روح طريق، تسلم تسلم ما تبيش طريق. تجي اليوم يقول لك شفت الشيخ الضال المضل يرد في حكم من أحكام الله، لو نحي عمر بس يقول له يا شيخ ما رأيك في من يرد أو لا يعطي المؤلفة؟ قال ما نعطيهم المؤلفة قلوبهم اليوم. الشباب صغار لا، الشباب هذا ضال مضل ممكن يزيد مرتد. ليش؟ رداية من كتاب الله، قال لا ما نعطي المؤلفة يا أخي. ولو نقول لعمر قال لا لا غير صحيح، لا ما نديرهاش، هاهم دير حك راسها بعدين. ليش؟ إنك تعامل مع ظاهر النص. طيب من القواعد المتفرعة على المقصد العام من مقاصد وضع الشريعة ابتداء، هذه تندرج تحتها الشريعة ابتداء وضعت لماذا؟ تحقيق مصالح الناس وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. لما أقول لك الشريعة لماذا وضعت، أحكام الشرع كلها تقول لي الأربع كلمات هم خلاص تحفظهم زي ما تحفظ اسمك، باش اي حكم يتخالف مع الاربع قواعد مع ما اعرف انك راه مش مزبوط حكمك، اعرف ان الحكم مش مزبوط. الشريعه وضعت ابتداء لماذا؟ ما حفظتهاش. تحقيق المصالح وتكميلها وتقليلها. ما نقدرش ندفع المفسده كلها نقللها، قللها. ما نقدرش نقتل الكفار كلهم اللي في الحرب، نصهم يا سيدي ربح، المهم نبث الرعب فيهم ويرجعوا على أرض المسلمين. ها طيب هنا في قواعد تندرج تحت هذه. القاعدة الأولى شرط التكملة، شرط التكملة ألا تعود على أصلها بالإبطال. إحنا مش قلنا المصالح فيها تكميلية وتحسينية وضرورية؟ التحسينية هي التكميلية. طيب الشرط التكميلية هذه ألا تعود على أصلها بالإبطال، فإن أبطلت الأصل فلا يؤخذ بها. طيب مثال شنو؟ اللباس هذا اللي نغطي به العورة، حاجي ولا ضروري ولا تكميلي؟ ضروري معناه بتموت. حاجي ضيق وحرج، هم يتسقعوا في أوروبا ويلبسوا نص وماشي أمورهم ويضحكوا. أنا ما أتكلمش عن الناس الآن. الحاجي
أن في حرج وضيق على الإنسان، ما نتكلمش على المسلم، في حياتك أنت الدنيا في حرج، في حرج وضيق وعنت. إذن ستر العورة من التكميلي، لأن قلنا محاسن العادات، لهذا كل القوم لبسهم، هو يعتبر محاسن. أنتم تفهموا محاسن العادات معناها مش حرام، لا، قد تكون محاسن عادات وتكميلي وحرام فعلها وتركه. الحل والحرمة مع الكل، في الضروري فيه مباح وفيه واجب وفيه حرام، ونفسه في الحاج وفي التكميل. ستر العورة عندنا احنا من التكميلي، من التكميلي. إزالة النجاسة، واحد في ثوبة جت نجاسة ماشي بها، ماشي في لابس بدلة مقروط والنجاسة السروال خاش طالع، الجماعة تدخل عليهم شيني هالشخص هذا؟ ضروري نه، ضروري ولا حاجة ولا تكميلي انك تزيل النجاسة من هذا الثوب؟ ها؟ ضروري. يعني لو ما زلتش النجاسة بتموت، ضيق وحرج، ضيق وحرج عليك والناس تكميلي. محاسن عادات، محاسن يعني شيء الناس أفضل أنك ثوبك يكون نظيف ورايح طيبة. كيف ضيق وحرج يا شيخ؟ كيف؟ يضحك ضيق وحرج، حرج للشخص اللي يعني الحرج، الحرج المقصود حيستمر معاك الحرج هذا. الآن إزالة النجاسة من الثوب هي من التكميلي، ستر العورة من التكميلي، حتى الوضوء هذا من التكميلي. هذا حكمه يختلف، أنتم ما تدخلوش أن التكميلي قد لا يكون واجب ولا قد يكون محرم. التكميلي قد يكون واجب وقد يكون محرم، التكميلي ما تدخل. احنا نتكلم المصلحه هذه مرتبتها في الدين، نلطف فيه بالعباده يا شيخ. لا غلط، نحاها تو، نحاها من العباده، نحي الفكره هذه، ما تربطش الاشياء هذه. نتكلم معاك انسان هيك، انسان سواء كان مسلم ولا غير مسلم. الان اللباس وازاله النجاسات وهذه من محاسن عندنا في الدين الاسلامي، صح ولا؟ ان الله جميل حب الجمال، فالانسان يكون توب حسن ونظيف، هذا لا يتوقف مثلا ان فيه، لو الانسان ما كانش توبه نظيف وحسن ان فيه يعني تتلف نفسه او هلاك او فيه ضيق ومشقه في الحياه. مادام تتكلم عن عموم الانسان تتلف اوروبا في المناطق البارده، اللباس زي الاكل لازم منه تموت لو ما تلبسش. مادام تتكلم عن الانسان بالاطلاق حتى مسلم، لا 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 تو نجيك هنا بعدين، نجيك هنا. يبدا اللباس قد يكون ضروري هناك، لان شنو يدخل؟ حفاظ على النفس، وحتجينا الضروريات الخمسه، حفاظ على الدين، النفس، العرض اللي هو النسل، العقل، المال. فهنا لو ما تلبسش في الاسكا حتموت، حفاظ على النفس يجب ان تلبس، اصبح ضروري. هنا في افريقيا نقول لك مش ضروري، تحسيني تلبس المهم تغطي العوره من السره للركبه، خلاص في افريقيا شويه. فاذا شرط التكمله لا تعود على اصلها بالابطال. ايش المقصود بها؟ لو ليه مثلا كشف العوره، اللي احنا قلنا ستر العوره تكميلي، الان تعارضت مع ضروري وهو العلاج للمراه او الرجل، قال انا ما نكشفش عورتي ولا المراه ما تكشفش عورتها ولو أدى لقتلها، هل يجوز أن تترك العلاج بحجة عدم كشف العورة؟ هنا تعارض إيش؟ تكميلي مع ضروري، لأن المحافظة على النفس البشرية نفسك أمانة عندك أولى، فهنا تعارض. فقال العلماء شرط التكملة التكميلي ألا يعود على أصله بالإبطال، فلو أبطل الأصل لا يجوز أنك تعمل به، لا يجوز انك تعمل بالتكميل يا هو. طيب، ومثلوا له كذلك ببيع السلاح في الفتنه والعنب لمن يعتصره خمره، فالاصل فيه جائز باب التحسينيات، لكن لو يرجع على لما تبيع السلاح في الفتنه سيؤدي الى قتل النفس وزهق على الضروري، فقالوا لا يجوز لانه عاد على اصله بالابطال،
لأنك هنا الأصل أنك أنت مطالب بالمحافظة على النفس البشرية، من الضروريات المحافظة على النفس. فلو بيع السلاح بتبطل بها الحفاظ على النفس، فلا يجوز بيع السلاح، لأن هذا التحسين البيع والشراء أصبح يضاد ويبطل المحافظة على النفس البشرية. طيب، ومثال ذلك ما نقل عن الإمام مالك في الجهاد مع ولاة الجور، فقال لو ترك ولاة الجور، فقال لو ترك ذلك، لو ترك ذلك لكان ضرر على المسلمين. بعض الناس يقول أنا هذا الوالي أو الإمام ظالم أو فاسق، لا أجاهد معه، رأي تمشي وأضحى. فهنا الإمام مالك أفتى بوجوب الجهاد مع أولئك، لأن الجهاد ضروري في دفع المستعمرين أو الغزاة، والوالي فيه ضروري، لأن الجهاد يحتاج إلى والي، ولا من يدعو للجهاد؟ وإذا استنفرتم فانفروا. طيب، والعدالة فيه، العدالة في الوالي مكملة مش ضرورية، مكملة للضروري، والمكمل إذا عاد على الأصل بالإبطال لم يعتبر، ولذلك جاء الأمر. ولهذا جاء، شوف انت اخذناها من قاعدة مقاصدية، ولا ارجعوا للحديث ماذا يقول الحديث. الحديث جاء الجهاد مع كل بر وفاجر، الصلاة وراء كل بر وفاجر، فإن في ترك ذلك ترك سنة الجماعة، والجماعة من شعائر الدين المطلوبة، والعدالة مكملة لذلك المطلوب، ولا يبطل الأصل بالتكمل. القاعدة الثانية، المصالح المجتلبة شرعا ومفاسد مستدفعة، إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا الحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية. يعني المقصود أنك المصالح هذه أنت اللي بتحققها، والمفاسد اللي بتدفعها الشرط فيها أنها شو تكون؟ أنها تقيم الحياة الدنيا للآخرة، يعني تعبر بيك من الحياة الدنيا، فلو هي تحقق مصالح في الدنيا وفي الآخرة ما تحقق لكش مصالح، بل تحقق لك مفاسد أو تتحاسب عليها وتتعاقب عليها، هنا لا يجوز الأخذ بهذه المصالح، لأنها اتباع لأهواء النفوس. لأن المصالح الشرعية اللي شرحها الشارع إنما شنو جعلت إيش؟ لتقود الإنسان من مصالح الدنيا إلى الآخرة للفوز الكبير. صح في مصالح في الدنيا، لكن العبرة بها باش تنقل الإنسان من السعادة اللي في الدنيا إلى إيش؟ الآخر، سعادة الآخر. فلو هذه السعادة اللي في الدنيا، السعادة في الدنيا، المصالح اللي بتحققها في الدنيا تسبب لك الشقاء والخسران في الآخرة، فلا عبرة بها، إنما هي اتباع للأهواء وهو النفس، وليست مصالح شرعية. سؤال، هل يقدح تخلف المصالح في بعض الجزئيات في كون هذه المصلحة مقصودة للشارع؟ بعض الناس يقول مثلا الحفاظ على مثلا النفس البشرية مصلحة شرعية، ولا من الضروريات، ولا الحفاظ على النفس. الضروريات الخمسة ما هي يا إخوان؟ الضروريات خمس ضروريات: الدين، النفس، النسل، العرض اللي هو مش العرض، العرض أو النسل، العقل والمال، بالترتيب هذا، بالترتيب هذا، خذها حفظها بالترتيب هذا، باش لما يتعارض حفاظ على العقل مع حفاظ على المال ماذا يقدم؟ حفاظ مع النسل، حفظها بالترتيب هذا، تعارض الحفاظ على النسل مع الحفاظ على المال يقدم النسل، تعارض النسل مع الدين. طيب، الدين، النفس، النسل، العقل، المال، هذه خمس ضروريات جت الأحكام الشرعية كلها باش تحافظ على هذه الضروريات الخمس. هل الضروريات فيه أكثر من خمسة ولا هذه خمسة بس؟ في بعض العلماء قال ستة، في اللي قال سبعة، لكن الأصل أن هي هذه الخمسة. مثلا في بعضهم زاد الضروريات، زاد
الحرية. قال هذه ضروري، الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير حرية، فإنه لا يمكن أن يعيش من غير حرية. طيب لو فكرنا في هذا، هل يستطيع الآن من غير الحفاظ على الحرية يمكن أن تستمر الحياة وتستقيم حياة الناس؟ تستقيم تستمر لكن لا تستقيم. استمر يا شيخ، لأن كان في رقيق قبل مش حر العبد. فالحرية هي الحرية المقصود بها ضد الاستبداد والظلم والقهر والديكتاتورية، يعني حرية الإنسان أن يعبد الله حر، ما فيش ضغط عليه. لكن العبد ممكن يعبد الله سبحانه وتعالى، يصلي ويصوم. حرية مطلقة، مقصد مطلقة. هذا الكلام احنا هاك فيها ضوابط، ما فيش حاجة مطلقة في الشرع ولا حتى في القوانين الأرضية. الآن اللي ينادون بالحرية المطلقة ما فيش، لا في أمريكا ولا في دولة فوق في الكرة الأرضية تقول فيه حاجة مطلقة. يقول لك الحرية في الأخير يقول لك بما لا يتعارض مع الأمن العام، قوانين الدولة، مش عارف ما. وبعدين تحت هذا القيد يشدك ويحبسك ويمرمدك ويقتلك ويصفيك لأنه ويتجسس عليك ويحطك في وين تنامه وكله، لأن عنده شني فضفاض الحرية، ولكن داير قيد إلا لا من العام خالفت، ولا من العام حط تحته تنتهك حقوق الإنسان وتنتهك البشرية ويدمر الكرة الأرضية بهذا الاستثناء. فما فيش، ما يضحك علينا حد، ما فيش حاجة اسمها مطلقة لا في الشرع ولا في غير الشرع. حتى في دين الإسلام ما فيش حرية مطلقة، أنت مش حر مطلق حتى في نفسك. أنت واحد يقول لي أنا حر، أنا بالناقشة هل أنت حر في نفسك؟ لا، في أنت تو الآن في نفسك هيك، في جسمك، أنت في جسمك مش حر. كيف؟ لا لا لا، تقدر توقف قلبك انت، تقدر توقف الكلية، تقدر لما راقد انت تقول لي قلبك وقف نستريح شوية بعدين نوض نشتغل تاني. مش حر انت، مش حر حتى في نفسك، انت في نفسك داخله مش حر، فكيف في الخارج؟ فانت عبد لله سبحانه وتعالى، اعطاك ضوابط حدود تسير عليه. فالشاهد هل يقطع تخلف المصالح في بعض الجزئيات في كون هذه المصلحة مقصودة للشرع؟ مثلا الحفاظ على النفس، النفس جعل القصاص، مش قلنا من الحفاظ إيجاد هذه الضروريات الخمسة أن أوجدها الله شرع بالشرع وجعل لها إيش وحماها وحفظها بإيش بالحدود. فالآن الحفاظ على النفس البشرية مقصد شرعي ولا مش مقصد؟ مقصد شرعي. طيب لماذا جعل الله القصاص والقاتل يقتل؟ وتناها وين هذا مش تعارض مع المقصد الشرعي؟ مش المقصد الشرعي انك الحفاظ على النفس البشرية عن النفس؟ شوفوا، اذا شوفوا تخلف، لو جاك سؤال هل يقدح تخلف المصالح في بعض الجزئيات، هل نتخلف المصلحة الحفاظ على النفس ولا قتل بالقصاص؟ هذا تخلف ولا في كون هذه المصلحة اللي هي الحفاظ على النفس البشرية مقصد شرعي؟ لا يتخلف، لأن المصلحة هذه الجزئية اللي تخلفت فيها اللي هو هدرنا النفس، لأنه إيش؟ لأن هذا حفاظ على النفوس أجمع مقصد شرعي، فإحنا نضحي بهذا بواحد حتى نحافظ على البقية، لأنه هو الآن لو قلنا ما نقتص من هذا، الفريق الثاني حيقتص يقتل مثل من هذا، والثاني بيقتص يقتل مئات، فبدل ما يقتل شخص سيقتل عشرات والمئات، وتدخل في حروب أحيانا زي كانت في الجاهلية حرب البسوس وغيره وبين دوله. فالحفاظ على المقصد العام وهو الحفاظ على النفس البشرية والنفوس، أن نضحي بهذا في مقابل مصلحة الحفاظ على النفس ككل، فنضحي بالجزء. زي شني أنت الآن لو مشينا للطبيب، واحد عافانا الله وإياكم يعني جاته الغرغرينة، يقطع الطبيب يدير تقرير يقطع الصبع هذا أو الرجل، فهو لا يجوز الأصل أنك تقطع إيدك ورجلك، صح ولا؟ لأنك مأمور بالحفاظ
هالنفس. فكيف الآن نقطع الآن ويعني وأنت توقع يقول لك الطبيب نار نقطع له تقول إيه موافق؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ ضحينا بالجزو حتى نحافظ على الكل، لأن ضحينا بالعضو حتى نحافظ على النفس كامل. طيب الثاني، مقاصد الشارع من جهة وضع الشريعة الأفهام. يعني الشريعة هذه هل الله سبحانه وتعالى أنزلها إيش؟ مفهومة ولا مش مفهومة؟ مفهومة. ولا هي طلاسم ما عارفين منها شيء؟ مفهومة. دليل، وما خلقت الجن والإنس مقصد خلق البشر والجن عبادة الله. كيف هذه نأخذ منها أنها مفهومة؟ وين فيها الآية مفهومة؟ قلنا الأحكام الشرعية أنزل الله سبحانه وتعالى تكون مفهومة للناس، من أين أخذنا هذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وين؟ يعبدون، ما قال لي يفهمون. كيف؟ كيف؟ خلقنا الله للعبادة مش للفهم. قلنا احنا مقصد الجارع من جهة وضع الشريعة للأفهام أنها مفهومة للناس، تكون مفهومة الأوامر والنواهي مفهومة للناس. أنت لما يؤمرك الشرع يقول لك افعل ولا تفعل، صلي وأقيم الصلاة، وما وضح الناس النبي صلى الله عليه وسلم ولا الله سبحانه وتعالى كيف تستطيع تصلي وبيحاسبك الله يوم القيامة على الصلاة، لماذا تركت الصلاة؟ ولا كل واحد بيصلي بطريقته، هي صلاة صحيحة. زكوا، ما وراكش الزكاة، حج ما. فإذا عبادة الله تستلزم إيش؟ أن توضيح الشريعة كيف ستعبد الله، ولهذا جاءت الأوامر والنواهي توضح كيف تعبد الله سبحانه. فالشريعة إيش؟ جعلت إيش؟ واضحة للأفهام. قصد الشارع بالشريعة الأفهام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو كانت الشريعة حينما جاءت غير مفهومة فهو تكليف بما لا يطاق. نقول لك أنا أصلي واحد جلس، واحد رقد، واحد وقف، نقول لهم كل خطأ، نقول لك صلي راك ما صليت، تقول لي والله ما نعرف إلا هذه الصلاة. فهنا أنا نبي نطلب منك في صلاة معينة في ذهني نين، وأنت مش عارفها شنية اللي في ذهن، ونجي نحاسبك عليها، هل صح هذا؟ لأن نكلف فيك بشيء لا تستطيع. فهي إذن التكليف، تكليف هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دليل على أن إيش؟ أن هذه الشريعة والأوامر والنواهي معروفة، ويقدر مرات يجي يقول الإنسان يا شيخ أنا ها في أشياء كثيرة ما نعرفش حكمها الشرعي. إيه مش الناس كلها تفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال فاسألوا أهل الذكر ما عندكش حجة، إذا ما تعرفش مأمور بالسؤال. فالعلم بشرع الله الله سبحانه وتعالى أعطاه للعلماء، أعطاه للعلماء، فهؤلاء الذين هم يبلغون رسالة الله سبحانه وتعالى ومراد الله ويوضحون للناس، فهم في الأمة بمثابة الأنبياء العلماء، فهم ورثة الذين يبلغون دين الله سبحانه وتعالى. طيب طيب لماذا شرع الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام؟ تحقيق المصالح، وضعها للتكليف، مش مجرد هي أوامر ونواهي، صلي وزكي وحج وحطها في الرف. إذن الشريعة ما جاءت إلا للتطبيق. طيب واحد يقول أنا شرع الله فوق راسي من فوق على العين والراس، لكن لا يطبق، فهو لم يعمل بمقتضاه، فهذا ليس مقصد للشريعة، فأنت لم توافق مقصد الشرع. فالمقصد الشرعي أنك تطبق أحكام الله، فالذي يأخذ هذه الأحكام الشرعية ويضعها في الدرج ويحكم قوانين سوالف البادية أو أعراف أو غيرها من الأشياء، فهذا لم يتبع الشريعة ولم يحقق المقصد الشرعي
من الأحكام الشرعية، فهو بعيد كل البعد على تحقيق مقاصد الشريعة. كذلك وضعت الشريعة للتكليف بمقتضاها يترتب عليها أن نحمل الناس على الطريق الوسط ومنعهم من الغلو والجفاء ومن الإفراط والتفريط. فالمقصود بالأحكام الشرعية هذه من المقاصد الشريعة أنها وكذلك جعلناكم أمة وسط، لا تريد لا غلو ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. فحكم الله وأحكام شرع الله سبحانه وتعالى بين الغالي والجافي، فأي مسألة شفت فيها إفراط وتفريط لها فليست من شرع الله من شيء في شيء. إذا رأيت مسألة فيها إفراط غلو تنطع أو فيها تفريط فاعلم أنها ليست من دين الله، لأن شرع الله والمقصد من مقاصد الشريعة حمل الناس على الطريق الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا. المقصد الرابع الأخير دخول المكلف تحت التكليف. شو معناه دخول المكلف؟ يعني أنه يمتثل هذه الأوامر ويعمل بموجبها. فلو إنسان يعرف الصلاة وأحكام الصلاة وأنه مطالب بالصلاة ولم يصلي فهو لم يحقق المقصد الشرعي، فهو متعرض للعقاب، يستحق العقاب. طيب إلى هذا الحد نقف اليوم في هذا، والدرس القادم سندخل مباشرة إلى مقاصد أو ضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ